انت هسه اللي قاعده في الحوار الليبي فيه تلقى فيه شخص قاعد يعيط لكن عارف متاكد ان في واحد وراه يمسك فيه. تركيا لما ايطاليا خسرت في الحرب العالميه بقى تنازلت عليك وانت مجرد حصل فرصه بطير الان بدأت واخر حاجه الان عندهم المدينه نيوم باهي مشارك مشاركة في السلطة. النقطة الثالثة مشاركة في الموارد. وفكروا من تدعموا. اوكي؟ انتوا ارسموا خطوطكم ولازم تكونوا اقوياء. وانتوا نفس الموضوع. لازم تكونوا اوكي؟ يعني انت اختار وحدة الا مثلا 20% عكس خلينا نشوف. شباب نسمعوا بعض. بسم الله مهندس سعد الشوكاني رئيس الجمعية الليبية للشباب والتنمية. طبعا الجمعية اليوم أعلنت عن انطلاق المشروع الملتقى التدريبي للشباب والتنمية الذي سيستمر لمدة 3 أيام. تم إطلاق المشروع داخل بلدية جدابية بفندق أمل ليبيا. المشروع التدريبي تخلله ورش عمل ونقاشات اعتبارا من يوم 24 الى 24 سبتمبر الى يوم 26 سبتمبر. اعتبارا عن جلسات تدريبيه، كل جلسه تتكون من مرحلتين او جلستين تدريبيتين. الهدف او مجموعه الاهداف اللي نشتغلوا عليها اللي هو رفع قدرات الشباب ورفع كفاءات وبناء القدرات للشباب في مجال تعزيز الشراكة المجتمعية وتكوين فرق المجتمعية وفرق العمل التطوعي، أيضا في التخطيط الاستراتيجي، في إدارة الأزمات، في الحوار، في بناء السلام، في إدارة الأزمات والتنمية المجتمعية. يعني احنا دبي بطلع من لا شيء. عندك انت يمكن في هذا المطاف. نعم. الحل الوسط.